ربيع حدارة من سيدني أستراليا، اتصال عبر الهاتف مع الإعلامي الفلسطيني هاني الترك لنتحدث عن أستراليا الأم، أستراليا ماذا وقدوم كابتن كوك في البدايات إلى أستراليا. مساء الخير. مساء الخير نبيها. أستاذ هاني، أستاذ هاني أمين مكتبة في المحكمة العليا ومحرر في جريدة التلغراف الأسترالية ودرس القانون في الجامعة الأسترالية، عندك معلومات قيمة وتاريخية عن أصل أستراليا. لنبدأ بالحلقة الأولى معك الإعلامي الأستاذ هاني الترك، تفضل. صباح الخير نبيها والمستمعين. راح نبدأ حلقة يا أصدقائي وصديقاتي عبر الفيسبوك عن الأبرجينيين. نعم. هم سكان أستراليا الأصليين. نعم. قطنوا أستراليا منذ حوالي 60,000 عام. كان عددهم وقت استيطان الأوروبيين للقارة الأسترالية طبعا سنة 1788 لما أجى كابتن آرثر فيليب مع 11 سفينة إلى الروكس ووصلوا سيدني. كان تعدادهم حوالي بين تقريب 150,000 و 300,000. نعم. حاليا تعدادهم 100,000. الحقيقة ثقافتهم كانت ثقافة بدائية ولا زالت وهي تزال حية، لأن بعضهم بمارسوا الطقوس الثقافية القديمة ولا زالوا عايشين كقبائل. كانوا دائما بدائيين زي ما قلنا، بيعيشوا على الصيد للأسماك وصيد الحيوانات. نعم. ولم يعرفوا الزراعة، كانوا يعيشوا كقبائل ولا زال بعضهم بيعيش كقبائل الآن، مع أن بعضهم انخرط في المجتمع الأسترالي. كل قبيلة لها لغة وديانتهم هي عبادة الأسلاف ويعتقدون وجود الإله والله. والغريب فيهم انهم بيعتقدوا بتخمس الارواح reincarnation، بيعتقدوا بخلق العالم بما يسمى بزمن الحلم dream time، وهي بداية خلق الارواح والانسان والحيوانات والطبيعة. وهي الحقيقة زمن الحلم اساطير او قصص معقدة. كل القبائل تجمع القبائل الأسترالية الأبرجينية على ثقافة زمن الحلم بأب في الزواج والختان. يعني أنا مندهش إنه كيف يعرفوا طبعاً الختان. إيه طبعاً. هم بيعتقدوا بقدس الأرض ويقولوا نحن لا نملك الأرض ولكن الأرض هي التي تملكنا. عظيم. الأرض هي أمنا. طبعاً، ما نحن أتينا من التربة من الأرض. يعني هن بيؤمنوا باشياء موجوده عندنا نحن بادياننا. بالضبط. Yeah. والغريب يا نبيها. نعم. انهم بيعتقدوا بمقاسوا الختان. والريكارنيشن والزواج. تختلف القصص من قبيله الى اخرى، ولكن على يعتقدوا ان الارض هي الهويه وهي الروح. عددهم الحقيقة كان ينقص بسبب المذابح التي ارتكبها المستوطنون في حقهم والأمراض اللي جلبت إليهم مع المستوطنين والحروب الداخلية بين القبائل. نعم. صور يا نبيها والمستمعين إنه بحرموا زواج الأقارب، يعني هذه تقدم كبير. يعني كيف بيعتقدوا في من حوالي 50-60,000 سنة تقريبا. ياه، زمن طويل. معظمهم هم حاليا في المناطق الشمالية، مقاطعة الشمالية نورثن تريتوري في غرب أستراليا وكوينزلاند. نعم. يجب الإشارة هنا على أنه الأستراليين في القرن التاسع والعشرين بداية منتصف القرن العشرين ارتكبوا بحقهم جريمة ما يعرف بالمسحوق ستوري جنريشن، كان ينزع من أصدقائنا من أخبار عائلاتهم ويعيشوا في المعاهد ومعاهد أسترالية ونسوا ثقافتهم. من هذه الزاجة سمي الجيل المسحوق.
ولكن في عهد الإمارات التي تدعى الرمالي كما نعلم نقدم الاعتذار لجيل المسؤول. هذا هو الحلقة. نعم. ألف شكر أستاذ هاني بترك الإعلامي المخضرم الذي يعمل بنشاط وهمة من أجل نقل المعلومات التاريخية والأصيلة عن أستراليا الحبيبة. معكم نبيحة حضرم من سيدني أستراليا مع الإعلامي الفلسطيني هاني بترك. ألف شكر. أستراليا ماذا؟ أستراليا الأم. لا تنسوا المشاركة، سبسكرايب لمرة واحدة عبر اليوتيوب، لايك اند شير، وتفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. إلى اللقاء في حلقة أخرى مع الإعلامي الفلسطيني المواطن الأسترالي الذي يعيش في أستراليا هاني الترك.